الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على لسنتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي اليومي الداء والدواء الجزء الثاني. تحدثنا بالأمس عن فوائد الحجامة، اليوم إن شاء الله نكمل سويا فوائد الحجامة. توقفنا في الحلقة الماضية عن ارتفاع ضغط الدم، ونجد أن ضغط الدم ما بينزلش رغم أن أنا باخد علاج وباخد أدوية كتير وبرضو ضغط الدم بتاعي مرتفع ما بينزلش. وربطت ما بين ضغط الدم وما بين ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية بطريقة بسيطة جدا. عايز أشرح لحضراتكم ليه ممكن الدهون الثلاثية والكوليسترول يسببوا لي ارتفاع في ضغط الدم. هذه ما نسميه بدهون الدم اللي هي الكوليسترول والدهون الثلاثية. الدم ده حضراتكم بيجري فين؟ في الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية. الدم ده بيجري في الأوعية الدموية، لابد أن يكون الوعاء الدموي أملس ومتسع، يعني مش مقفول ولا مخربش ولا فيه ثنايات. الكوليسترول والدهون الثلاثية بتعمل العكس تماما. أنا بشرح بطريقة بسيطة جدا وطريقة يعني عذرا في الكلمة بلدي جدا، ولكن هو ده الوصف الطبي الصحيح بعيد عن جميع الألفاظ بقى المكاكلة بتاعتنا احنا، سيبوها لنا احنا ديت. يبقى لازم الوعاء الدموي اللي هو الشريان أو الوريد يكون أملس ويكون متسع، ما هوش ضيق. وبالتالي ضغط الدم اللي احنا تحدثنا عنه أعتقد في حلقات كثيرة من قبل هو عبارة عن رقم انقبادي ورقم انبساطي، يعني يقولك أنا ضغطي 120 على 80 أو ضغطي 140 على 90. اللي فوق ده هو الضغط الدم الانقبادي، يعني ايه؟ يعني وظيفة القلب ان هو بينقبض علشان يضخ الدم، هو ده الرقم اللي فوق. يجب ان لا يتعدى عن 130، يعني احنا بنقول تجاوزا من 110 الى 130 ده الطبيعي. ده قوة ضغط الدم او القلب للدم على مستوى خلايا الجسم، ملي متر ميركوري او زئبقي. اللي تحت الرقم اللي تحت اللي هو الـ80 أو الـ90 أو الـ70 ده اللي هو الانبساطي، اللي هو إيه؟ اللي هو استقبال القلب للدم. الدم بيرجع مرة تانية من جميع أجهزة الجسم عن طريق الأوردة إلى القلب مرة تانية، دخوله وخبطته كده في القلب بتبقى من 70 أو 80 أو تجاوزا إلى 90. ده اللي احنا بنسميه اللي هو ضغط الدم الانبساطي. ده ببساطة قوي ضغط الدم. لو الشرايين والأوردة زاد فيها الدهون وتعرجت، بقت ما بقتش ملساء زي ما بنقول، وابتدت تضيق نتيجة ترصيب الدهون والثلاثية والكوليسترول فيها، هيبتدي ضغط الدم للقلب للدم كده هيلاقي فيه عائق، وأيضا رجوع الدم للقلب هيبقى فيه عائق، وبالتالي يرتفع ضغط الدم الانقبادي والانبساطي، ولاقي ضغطي بقى 190 أو 140 أو 150، وتبتدي هنا الخطورة. زي ما بقول لحضراتكم الحجامة هتساعد كتير قوي في انخفاض أو ارتفاع علاج ارتفاع الضغط أو علاج ضغط الدم المرتفع عن طريق حاجتين مهمين جدا: تنشيط الدورة الدموية والتقليل من الكوليسترول والدهون الثلاثية. بمعنى ما أنا ممكن يبقى عندي دهون وكوليسترول عالية بس الحمد لله ما عنديش ضغط، يبقى هقدر أن أنا أعمل حجامة لهذا الغرض. أنا ممكن يكون عندي ضغط بس ما عنديش دهون ثلاثية عالية ولا كوليسترول عالي، يبقى برضو هقدر أعمل حجامة لهذا الغرض. طب أنا عندي الاثنين، هقدر أعمل حجامة للسببين اللي موجودين. ده ببساطة جدا دور الحجامة في ارتفاع ضغط الدم وأيضا في ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية. عايز ألفت نظر حضراتكم لنقطة مهمة جدا، أن الدهون الثلاثية والكوليسترول لو زادت في الجسم بتكون نقوص الخطر الذي يلفت انتباهنا إلى القلب والأوعية الدموية والشرايين والجلطات. أسأل الله العظيم أن يعافي الجميع من كل اللي أنا قلته ده. شرايين القلب وأمراض القلب والجلطات هي دي المشكلة الرئيسية في حياتنا العصرية، نتيجة الكسل، نتيجة الدهون اللي احنا بناكلها، نتيجة النظام الغذائي السيء اللي احنا بناكله، نتيجة الحياة العصرية الحديثة اللي احنا بنعيشها. فأنا أقدر أقي القلب، ده بيدخل بقى الدور الوقائي للحجامة، أقي القلب وشرايينه، شرايين التاجية اللي هي بتغذي القلب، أقي جميع الشرايين من الجلطات ومن ما نسميه من تصلب الشرايين.
سهل قوي ان انا اقوم بالدور ده، دور وقائي ودور مهم جدا. يعني انا همنع مرض قاتل بمعنى الكلمة، مرض مزمن بمعنى الكلمة، عن طريق ان انا اقدر اعمل حجامة. ايضا من فوائد الحجامة واللي كتير قوي الحمد لله رب العالمين لمس النتيجة بسرعة، هي النقرس وعرق النسا. النقرس اللي هي زيادة حمض اليوريك أو اللي هو الجاوت، اللي هو احنا بنسميه مرض الملوك، اللي هو بيبقى فيه ارتفاع في حمض اليوريك في الدم وفي البول، ويبتدي تتكون بلورات من هذا الحمض على المفصل، وتبقى عاملة بالضبط سبحان الله زي ما يكون في ذرة ملح على جرح. ألم شديد جدا في الكعبين، في الصباع الكبير، في المفاصل. نبتدي نقول إن ده، نعمل تحليل ونعرف إن ده ارتفاع في النقرس أو ارتفاع في حمض اليوريك. الحجامة ليها دور من ناحية إيه وإزاي؟ هتعمل لي تنشيط للدورة الدموية في هذه المناطق، هتعمل لي بالضبط زي ما بكون ببعت حد يشيل، أنا آسف في الكلمة، الزبالة والقمامة اللي موجودة في هذه المناطق. يبقى بالتالي بقدر إن أنا أقلل بكتير قوي من حمض اليوريك المرتفع واللي سبب آلام النقرس المعروفة. عرق النسا، وليس النسا، عرق النسا أو اللي هو السياتيك نيرف، معروف كتير قوي عند حضراتكم ان في الم بيحدث اسفل الظهر بيسمع في الفخذ وفي القدم بكاملها. يقول لك انا عندي، ربنا يعافي الجميع يا رب، عمود نار من اسفل الظهر وماسك الرجل كلها من اولها لاخرها. هو ده ما نسميه بعرق النسا. وللاسف كتير مننا بيدخل ان هو يبقى مزمن، ودي تبقى مشكله ان هو يجيله كل شويه. اسبابه كتيره، ومن اشهر اسبابه ان في ضغط على الفقرات على هذا العرق. طب يا ترى هي الحجامة هتضيع لي ضغط الفقرات؟ لا، مش هتضيع ضغط الفقرات. ودي النقطة اللي هي الصدق في الطب بقى، والضمير في الطب. ما في فقرات ضيقة أو فقرات ضغط على العصب، طب أنا هعمل حجامة إزاي ما ينفعش. دور الحجامة إيه في الحالة ديت؟ إن أنا بزود احتمالية العصب لهذا الضغط. يعني أنا ضغط حصل والحمد لله رب العالمين أقدر أوقفه عند هذا الحد، طيب الدور والباقي على العصب اللي خارج من هنا كده، اللي هو عرق السياتيك نيرف او عرق النسا، واللي بيغذي الفخذ كاملا من اوله الى اخره، الرجل لغايه الكعب، عايز اخفف او ازود احتمال العصب دوت، احتماليه العصب لهذا الضغط، وهي دي وظيفه الحجامه. وبالتالي اجد ان العصب سبحان الله ابتدى يتحمل الضغط اللي موجود، بس في نفس الوقت من الناحيه الطبيه لازم اثبت الضغط ده ما يزيدش عن كده، علشان ما يرجعش المريض تاني يشتكي من الام عرق النسا. الام عرق النسا صعبه جدا، وعلاجها بيطول وصعب، واحيان كتير قوي ما بيجيبش نتائج. ولكن لو انا ادمجت زي ما بقول الحجامه مع الطب الغربي اللي هو الادويه العاديه وباسط العضلات والمسكنات الخفيفه، هجد ان انا ان شاء الله بمشيئه الرحمن عز وجل نجيب نتيجه طيبه قوي في هذا المرض المقلق والمزعج والمؤلم جدا للانسان. ما زالت فوائد الحجامه كثيره. أستأذنكم إن احنا إن شاء الله بكرة نكمل مع بعض فوائد الحجامة، لأن احنا لازم في حاجات كتيرة قوي نلفت النظر إليها. إلى أن نلقاكم غدا بمشيئة الله تعالى، أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.